في هذه اللقطة أولاد حوارة أولاد المدرسة عاملين حملة تنظيف توعية ثقافية في تنظيف المقبرة. هذا مروان سليم الدهود، وهذا ما أبو نعيم محمد عطر. لا نزال نتجول في شوارع البلدة، شوارع حوارة. هاي من جنب دار لافي، أولاد لافي هلا. فإن شاء الله تبقى بلدنا بالحمام بالنظافة مزينين. فعزة الحواري ينقلكم أيها الإخوة إلى شوارع حوارة، ونتفقد سير النظافة من أبناء مدرسة حوارة الأساسية في هذول المتجمعين باب دكانة أبو محمد المرحوم أحمد الشريدي. عزة الحواري يشكرهم، يشكر جميع من يساهم وساهم في نظافة هذه البلد. اها ابشر مين هذا اللي مرق على الحمار؟ العافية، اشتغلوا اشتغلوا، وركم اشتغلوا. ايه الله يخزيكم. اها بصوروش، بدير الكاميرا عنه، انا بدي اشوفه يشتغل مشان اصوره. وعليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هل تجوزوا هذول الاولاد؟ يلا اشتغلوا. مش السرار الصغير، احنا من الكبار، احنا من الصغار. هذه منطقة دار سليمان أبو نار. أبي نيش دارك اللي واقف كبالي. أبي نقول دار منيرة. شو بالطول فيه؟ فيش بالطول؟ أنا هو هذا اللي بيقول هذا. يلا يلا شاطر يشتغلوا. يعطيك العافية، والله أنك بطل، والله أنك بطل. أنا بصور اللي بيشتغل، اللي بيشتغل بصوره. هناك هناك هناك. هذا وراء دار جميل الحنبر. بدل ما تنظفوني توسخوني. يلا اشتغلوا. هاي شارع المدرسة الأساسية اللي في جنب دار أحمد العودي، وهذا شارع العين، وهذا الجامع القديم. هسه الكاميرا اللي توجهكم وين في زبالي؟ بدي اقول الكاميرا وين في زبالي مشان يلحقوها.